2015 تقريبا كان تفجير الدواعش لسجن تدمر، وتفجيره يعني هو مسح أكبر معلم من معالم الجرائم أو الجريمة المتمثل بحافظ أسد في سوريا. هذا الأمر الذي جعل من نظام الأسد يوجه وحوش داعش من أجل تفجيره للقضاء على ما يمكن أن يتبقى من آثار السجن، ربما من وثائق، من مكتب مدير السجن، من هذا البنيان الشاهد بحد ذاته على أنه مر على هذا السجن في يوم من الأيام جيل من الشباب عانوا وقاسوا كل أنواع العذاب. سيدي مسح للجريمة، لجريمة الأسد لأب والابن. مع طمس حقبة تاريخية يعني تقريبا ربع قرن من التعذيب لخيرة شباب سوريا طمسوه بلحظة واحدة. وهو بستيل هذا النظام الذي صفي فيه عشرات الألوف من الشباب، مسحوه حتى لا يعرف الناس ماذا حدث في هذا المكان قبل عشرات السنين. سجن تدمر أنا بعتبره مسلخ بشري، مسلخ بشري، يعني اللي بفوت بعتبر حاله ميت، يعني كل شيء طلع رب العالمين كاتب له أمر جديد. أما أنت من أول لحظة دخول تدمر تعذيب لآخر لحظة خروج، ما في شراحة نهائيا. سجن تدمر عبارة عن مصفاة بشرية، فمن لم يقضي نحبا فجر يوم على الأعواد أو زار الحقولة ليرمى بالرصاص يموت غسلا بحمام وما أنكى الغسيلة. سجن تدمر نار جهنم الدنيا والعياذ بالله، لأنه قديش ما حكيت لك ما رح أحسن حطك في الصورة الصحيحة للسجن، لأنه إيش بيخطر على بالك؟ قتل وتعذيب وجوع ومرض وخوف. بتوقع، فبالتالي يعني بتصور أسوأ سجن في العالم. فرنسا بنت هذا السجن للمعارضين السياسيين أيام استعمرت سوريا من 24 تموز يوم السبت 1920 إلى 17 نيسان 46. هو اللي بنت هذا السجن لمن عرضها من إيش يعني السياسيين السوريين أو من المجاهدين أيام زمان يعني. وبقي هذا السجن سجن عام 67 خصص للعسكريين لمن فر من الجيش، بقي من عام 67 لعام 80. وعندما عقد المؤتمر القطري في دمشق، المؤتمر القطري السابع في دمشق عام 80، أشار رفعت أسد أن يصبح سجن تدمر معتقلا للسياسيين. لا أعتقد أن هناك سجنا في العالم حتى على مستوى التاريخ بوحشية سجن تدمر وبقساوته. نعم سمعنا عن سجن الباستيل وسجون أخرى، لكن سجن تدمر المطلوب أو البرنامج الموضوع فيه مطلوب من هذا البرنامج أن يوصل السجين إلى حد أن أفضل شيء لديه هو الموت. لا أنا ولا الإجابة إن علاقة تنظيم معين، وثبتوا علينا التنظيم تحت التعذيب، لأنه عندهم قاعدة يعني بدك تعترف، يعني آخر شيء إذا ما اعترف تنظيم بدك تعترف بما يدينك، ولا قل لهم قرأ الصفحة مجلة النذير هذا كاف لأن يأخذك إلى تدمر.
المهم بدهم يدينوك بشيء ويرسلوا هالمعتقلين الى تدمر حتى يثبتوا لحافظ اسد انهم مخلصون وانهم يكتشفون يوما بعد يوم خلايا. حتى لما اعتقلت انا ما كنتش اصلي طبعا. شايف؟ لما بقول للمحقق يا اخي انا لا ما بصلي يعني. كيف اخوان المسلمين؟ قال لي عندي مسيحي جوا اخوان المسلمين. تفكر اخوان المسلمين بيصلوا بصوم وكذا. اعتقلنا من المساجد وبتهمة المساجد ولا شيء غير المساجد، كنا طلبة علم نواظب على الصلاة، وعندما اندلعت أحداث الإخوان المسلمين فالنظام حقيقة شدد القبضة على أي نشاط مسجدي. السيارة اللي أقلتنا من دمشق إلى تدمر حقيقة هي بحد ذاتها عذاب، وعذاب مأساوي. والشعور كان أنه متى ننزل من هذه السيارة حتى لو كان الأمر إلى سجن تدمر. طبعا كنا مطأطئين إلى الأسفل إلى تقريبا إلى ركبنا مع التطميش مع النعر والضرب في أكعاب البواريد والسلاح مع الاستهزاء مع شد وجذب الشعر. كانت رحلة شاقة جدا حقيقة، إضافة إلى ما كانوا يلمزون به من كلام، كانوا يسمعوننا كلاما يعني يوقع الهزيمة النفسية في الداخل، إنه خلص أنتم كشفتوا أو أنتم ذاهبين إلى المقبرة ولا خروج لكم مطلقا. فنزلنا من السيارة، وبمجرد أن نزلنا انهال علينا الشرطة العسكرية بالركل بأقدامهم واللكم بمقابض أيديهم. بمجرد أن وطأت أقدامنا الأرض صفونا على الجدار، وجوهنا على الجدار، ولخستهم ونذالتهم أنهم أمرونا أن نخلع ثيابنا حتى ما يستر عوراتنا، أمرونا أن نكشف عوراتنا. فبعدين رجعوا استر حالك، رجعناها. طبعا عورات الصدور والظهور ما في غير بسموه سليب او الكيلوت او كذا. اجى شرطي اول شيء وبدا ايش يجلد كل سجين كربات. يمر على الواحد يضربه سبع كرابيج على ظهره، وظهره طبعا عاري، ففي بعض الناس من شده الكربات سقط على الارض. أنا شفت التعذيب، شفت ناس يتعذبوا مزبوط، أما غيري شفت مقطع أصابعه، شفت مقطع رجليه بالشاكوش والهذا بالساطور، التعذيب شفت وجوه مشوهة، شفت عيون رايحة، هذا كله شفته شاهد عليه أنا. حتى بدأ الضرب، الركل، الرفس على الأماكن الحساسة، على المعدة، على الوجه، وهكذا حتى وصلنا إلى الشبك. كريدور هكذا ضيق فيه شبك وحشرون فيه، وبدأ الضرب ولا نسمع إلا صوت الضرب والصراخ. ضربني على رأس معدتي بكل عزمه والرأس مرتفع، ثم بعد ذلك انهالت العصي، وبصراحة لم أكن أدري أن الضرب يأتي من عصا، لأنني كنت أشعر أن ظهري يصيبه التقوس عند كل قذيفة تنزل على ظهري. فوسائل التعذيب هي يعني تبدأ بالسياط، السياط المجدولة، السياط الكهربائية التي تلسع في نهايتها، وعندما تلف على الوجه إذا أصابت العين فقأتها، والكرابيج أيضا العريضة بعرض تقريبا كف اليد، سوداء ثخينة ثقيلة الوزن جدا، وربما فيها ألياف من البولاد. هذه التقليدية، هذه الموجودة بشكل عام. يأخذون عدلة بعد واحد،
أما حتى يجي دورك على الدولاب بتكون أنت انتهيت. على وجهك، على عيونك، على ظهرك، جلد أنت عاري، تشبه عاري مع عدد شورت. يعني اللي بيكون أول واحد على الدولاب كمان برجع على الحيط، برد بتابعوا فيه التعذيب على جسده بأي كان. يعني ما فيش منطقة محرمة عليهم، عينك، إذنك، أي أنت مسموح لهم. أنت مجرم لازم تموت، وما بتحاسبش عليك، إذا متت ما بتحاسبش. بعد بيعملونا دولاب، الدولاب يعني هاد الدولاب بيحطونا فيه هيك، وجينا لفوق، ثم بيقتلونا لنغمة، بيكبوا علينا مي. بعد التعذيب أخذونا على المهجع 18 في البحر الرابع. دولاب عبارة عن كاوتشوك تاكسي، كانوا يضعوننا فيه فيصبح وجه أحدنا على ركبتيه، يصير وجهك على 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 الركبتين. وفي أربع شرطة، واحد بجانب يعني واقف من عند إيش، من الخلف، من عند رأسك، وثلاثة من عند إيش، من عند الرجلين. ويبدأ الجلد، يظل يجلد الإنسان حتى تتفجر قدماه بالدم. أنا تحملت أول 20-30 كرباج، بعدين يا أخي من الألم والله صرت أشعر أن الكرباج اللي ينزل على أقدامي عم يطلع من رأسي. في آلة التعذيب اسمها بساط الريح، عبارة عن خشبة طويلة، وفي أيضا خشبة تانية منصوبة بنهايتها، فكانوا يمدون السجين على الخشبة الأولى ويرفعون رجليه إلى الخشبة الثانية، ويشدونها بالحبال، ويشدون يديه بالجنازير الحديد، ويقفلون بأقفال بالقيود، يقيدون يديه ورجلاه مشدودتان إلى الخشبة المرتفعة المنصوبة، وما بقى عند الإنسان حيدي، وينهالون عليه بالسياط، وكان في أعواد الخيزران، حتى تدمى قدمه. الباحات تعذيب، ممكن زحف أكواع وركب، والباحات كلها بحص حجر، يعني ما إنه بلاط مثل هيك، يعني كواعك ورجليك بيطلع بدون على العظم، والكرباج فوق راسك طبعا، انت بتزحف وكذا والكرباج فوق راسك. بعدين صار في مظله مثلا بالمسألة، تعال نعمل مظله، شرطه 10 بيحملوا الواحد، بيشيلوه بيشلفوه لفوق في السماء، وبيبعدوا عنه، بينزل على الارض على راسه وعلى ظهره، بينكسر راسه وبينكسر ظهره، صار يتفننوا بالتعذيب، وبيركلوا عده ركلات على قلبه، غالبا الاخ الله يرحمه يموت. أنا قضيت 15 عاماً، عام 80 95 تقريباً بتفاوت الأشهر، تنقلت بعدة مهاجع، وهذا طبعاً بشكل فوضوي وعشوائي تبعاً لحاجة إدارة السجن. تقريباً في بحر هذه المدة أصبت بمرض السل ونقلت إلى مهاجع السل. السل قلت الأكل، يعني نظام الأكل والنظافة، ما فيش نظافة نهائيا، والرطوبة جدا، المهاجع رطوبة بالصيف أو الشتاء، الرطوبة أكثر شيء أثرت على الناس، بالإضافة إلى العامل النفسي، التعذيب والجسدي والنفسي كله صب مع قلة التغذية، هذا العامل اللي أسس السل. فنشوف إذا حطونا جاط لبن، نشوف الحراس، اسم بلديات حراس، كيف معه سيرنج،
ياخو يعبي مي من المجرور ويحط باللبن نسهي كلياتها نمرة. أحيانا الله يعزك يبولوا في الأكل يفوتوا لنا إياه نشوفهم، بس الأخ اللي يشوف ما يقول للشباب. البعض يأكل البعض يحس بالها ما يأكل جوع، فكل السنة كل فترة جوع وزل وفقر ومرض يعني شيء لا يوصف. وبتدمر يعني شو بيخسر النظام على السجناء هناك؟ كانوا يجيبوا لنا العشاء مرة حبة حمص مرة حبة فول، وظل لنا 20 سنة على الشكل هذا، يعني ما بكلفهم شيء. ولذلك يرسل ما يشاء وبعشرات وبالمئات إلى سجن تدمر. فهناك التجويع، ما يسمى بأيلول الأسود، شهر كامل من الجوع الذي كنا يعني لا نستطيع الوقوف أحيانا على أقدامنا وندوخ ونتساقط على الأرض من شدة الجوع. الحديث عن التجويع يطول ويطول كثيرا، لكن يكفي أن أقول بأن الكناسة، كناسة الخبز أو اللي بنسميها الهرارة المختلطة بالرمال والتراب والغبار، هذه كانت توزع بالمداورة على مجموعات الطعام. لكن يعني الصبح إذا جاك فطور، إذا زيتون يمكن زيتونتين، إذا مربى معلقة الشاي صغيرة بحط لك إياها على شو سكفة خبزة تتنى. البيضة تجيب خيط حتى تضبطها، البيضة لثمان أشخاص ما بتتقسم معك، خيط حرير حتى نقسمها لثمان أشخاص. ممكن في ناس يسامحوا بحصتهم للمرضى حتى يوسخوا بالأكل، كنا نشوفه من الطاقة نشوفه وسخ وما نحكيش مشان العالم ما تأكلش، لأن إذا ما أكلت شو بدك تكب الأكل؟ ما فيش وين، ما فيش مكان تكب الأكل. وإذا بده يطلع الأكل لبرا بده يعتبرك إضراب عن طعام، بده يطلع مهجع كامل 200 شخص بالتعذيب، يوقف على جاط الأكل ويبول عليه أو يمسك فيه، هدفه الأذية. شو يعني من التعذيب النفسي، من الإهانة، يعني هو بيعتبرك ولا شيء نهائيا، صفر على الشمال. النوم مثلا بالنسبه للنوم كل واحد له شبر، بنستلقي على اليمين على شبر من الارض، مقابلنا كمان من يعني انت من هون من جهه نايم على، ومقابلك في اخ اجري للصره، هاي المحل النوم في سجن تدمر، على شبر على مستلقي على مستركي على اليمين او على اليسار، وجنبك في سجين وتحتك في سجناء متشابكين مع بعضنا البعض. هيك كنا ننام على عوازل العسكريه، ما في مثلا سفنج طراحة سفنج او كذا، مستحيل، هاي مستحيل. كنا ننام على عازل عسكري عرضه 80 سنتي، كنا ننام عليه ثلاثة على 80 سنتيمتر. هناك في كلمة معروفة عن سجناء تدمر، سيف، يعني نام على سيفك، أما تنام سطح على ظهرك هذا حلم. المبنى يعني كأي بائس، المهجع اللي دخلنا عليه على ما أذكر اسمه مهجع 2، كانت قطع اللحم لا زالت موجودة على جدران المهجع، وآثار رصاص المجزرة موجودة أيضا في أرضية هذا المهجع. حفلات الأعدام أيضا يمكن الحديث عنها كثيرا، لكن الأقسى منها أنه هذه الجثث، جثث الشهداء، تلقى في سيارة، يعني كنا نعتقد أنها سيارة اللحمة، يمسكون الشخص شرطيان
من رجليه ومن يديه ثم يقذفونه في هذه السيارة. هذه طبعا يعني لا قيمة للإنسان عند هذا النظام الفاجر، لا قيمة مطلقا لا لحياته ولا بعد موته. بينما يكون الشباب معلقين على أعواد المشانق وأجسامهم تتدلى وأرواحهم تتصاعد، كانت هيئة المحكمة تزرع الساحة جيئة وذهابا، ويتمتعون بمنظر من يستغيث فلا يغاث. رفعت أسد عمل مذبحة تدمر، أعدم رش قتل كل السجناء، ونحن أول دفعة أو ثاني دفعة بعد مذبحة سجن تدمر جينا على تدمر وشفنا آثار رصاص على الجدران والدماء في على الجدران، دماء الأخوي اللي تم قتلهم في مجزرة تدمر. في مهجر عشم الورشي يضعونهم كالخرفان، كما يضع الجزار الخرفان في زريبة ويأخذها إلى الذبح شيئا فشيئا. فعندما تنصب المشانق ينصب 45 مشنقة. يوم الاثنين 1983 علق حافظ أسد على أعواد المشانق في سجن تدمر 290 شابا في يوم واحد، وملأت الجثث الساحات حتى أن رقيب أول نصراني من المحارب اسمه سليمان جن ذلك اليوم، أخذ يهذي بدون وعي لكسرة ما رأى من جثث ملقاة في الساحات.